عادت 15 منشأة صناعية للعمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب بعد ترميمها وتأهيلها خلال الربع الأول من هذا العام، ليصبح عدد المنشآت الصناعية المنتجة 550 منشأة هندسية ونسيجية وغذائية وكيميائية. منشآت المنتجة في المدينة حوالي 550 منشأة صناعية منتجة، ممكن تكون تكامل بين حلقات الإنتاج لحتى تشكل منشأة صناعية متكاملة، وممكن تكون منشأة متوسطة وحجم صناعتها متوسط. الربع الأول من عام 2019 دخل أكثر من 15 منشأة جديدة في الإنتاج، طبعا بعد ما قاموا السادة المستثمرين بتأهيلها، موزعة على كافة الصناعات، في منها الغذائية ومنها النسيجية ومنها الكيميائية، تخفيض الضرائب وتقديم إعفاءات عن الغرامات و فوائد الأقساط المستحقة على المستثمرين. هذا حفزهم كتير أنه يرجعوا ويعيدوا ارتباطهم بمقاسمهم اللي كانوا مغادرين، اللي كانوا عندهم ظروف صعبة. هذا كلام عطاهم حافز أنه يرجعوا ينطلقوا بمنشآتهم أو بمقاسمهم الصناعية ويفعلوها. نحن قمنا بتجهيز منشأة صناعية وجبنا آلة تنجيد جديدة حديثة متطورة وتشتغل وجه فرشة وكوات ومخدة، ونحن منهيئ الشغل للورشات اللي هي بتاخذ عنا الانتاج. ونحن ان شاء الله ندعي كل الصناعيين وكل اخوة التجار رجعوا لهالبلد هي ونشتغل ونكون ايد وحدة ونبدأ بالانتاج ونقول صناعة في سوريا وصناعة في حلب. رجعنا للعمل وصناعات المقبلات الغذائية بكافة أنواعها، من الطرابيش، الشرايح، البطاطا الطبيعية والبسكويت ومنتجات كاملة. يعني بنقول لكل الصناعيين اللي طلعوا برات البلد انه يرجعوا على البلد ويرجعوا على منشآتهم يشغلوا. الوضع صار كتير كويس وممتاز، تسهيلات للصناعيين، أمان، يعني يرجعوا يشغلوا منشآتهم لدعم للاقتصاد الوطني. يعني هلأ صرنا شهر تقريبا، شهر ونص مبشرين بالعمل، الحمد لله جهزنا 5 مجاعد وعم نجهز البايات والحمد لله الأمور كويسة، عم ننتج برادي ومفروشات. قمنا بتجهيز المنشأة من أول وجديد وجهزنا أمورنا وعم نشغل هلأ المفروشات البلاستيكية ككراسي أطفال وكراسي مائدة وكراسي بلاستيك وتوابع الطاولات وهالأمور هاي، يعني حاجة البلد تتطلب مننا أن نكون منتجين لهالأمور هاي ونغطي حاجة المواطن والبلد.